السلام عليكم حبيبات ديالي، نقترح عليكم مفين رائعين جدا بالسردين صحيين ولدات. قبل من ذلك ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو، أبوني سبسكرايب اشتراك والجرس الموجود بجانبي وتكوشي وخاصية تفعيل الإشعارات باش تمكنوا من التوصل بجديدي يوميا. تاج 6 سنتيلتر من زيت الزيتون، 18 سنتيلتر من الحليب السائل، رشة من الثوم بودرة، ربع ملعقة صغيرة من البابريكا، ملح نصف ملعقة وكيبقى على حسب الذوق، علبة من السردين يكون بصلصة الطماطم بيضة، ساشي أو 10 غرام من الخميرة الكيماوية، 50 غرام من الجبنة المبشورة تتبقى اختيارية، و 300 غرام من الدقيق الابيض او الفورس. نقبطو الصلادية ونوضعو فيها السردين بصلصة الطماطم، ونحاولو نفكوه بالفورشيت. نضيف المواد الجافة على بعضها، نضيف الملح على الدقيق، وردوا البال من الملح لأن التونة والفخوماج ديجا مالحين. نضيف الثوم المجفف، يمكن السيدة تستغنى عليه لو ما كانتش كتبغي النسمة ديالو، يمكن لها تستبدلو بدرس صغير من الثوم يكون محكوك. نضيف التحميرة أو البابريكا أو الفلفل الأحمر، ثم نضيف الخميرة الكيماوية، نخلط جميع المكونات الجافة مع بعضياتها، نضيف البيضة على علبة السردين، نقوم بدمج البيضة، نضيف الزيت، حليب سائل، ثم من بعد ذلك نضيف الدقيق أو المواد الجافة ونستمر في الخلط. ويمكن السيدة تضيف بشر او زيت ليمونة حامضة الا ما كانش كتبغي داك المذاق الزعيق ديال السردين. كما يمكن ليها تضيف الحار، هاد الوصفة كتبقى اساسية ويمكن السيدة تضيف وتستبدل على حسب لما توفر ليها واللي تتبغي وتيبغي وليداتها. يعني حتى السردين الا ما كنتوش كتفضلوه يمكن لكم تستبدلوه بشاركوتري، يعني بصدر الديك المدخن، تستبدلوه بالكروفيت او قطع الدجاج المشحرة، كيبقى على حسب الذوق. من بعد ما كنخلطو بشكل جيد الخليط كنحتاجو ليه كيسات. السيدة تستعمل ليمون ديال لي مافينز اللي عندها او ديال لي كاب كيكس، بالنسبة لي غنستعمل هادو ورقيين، يمكن السيدة يلقاهم بجميع المتاجر الخاصة ببيع الحلويات، وكاينين اشكال والوان عديدة. نحاول ملء
ثلاثة أرباع المول، لانه من بعد غادي ينتفخوا لان فيهم الخميره الكيماويه، يعني نعملوا غير ثلاثة ارباع تقريبا، ملعقه كبيره ونصف. كنبقاو هكذا حتى كنكملوا كامل كميات العجين اللي متوفره لينا، وضروري ما يكون الفرن مسخنينه من قبل على درجه 200، وما بين 10 حتى 12 دقيقه تيصبحوا لي مافين ديالنا جاهزين. يمكن لينا نزينوهم على حسب الذوق، يمكن السيده تعملهم على شكل كاب كيكس، بانها تعمل اي كريمه، يمكن غير الفخوماج بلون ولا الفخوماج اللي بالاعشاب، ولا غير الجبن العادي ديالها تنسمو بسيبولات بالزعتر بالاعشاب المناسبه اللي تتبغي، وتعملو في بوشادي وتاروزي من الفوق، تعمل وريضه، وتقدر تبرمجي من الفوق باي حاجه، بالبافو ببودور الكتان. يعني طريقة التقديم تتبقى على حسب الذوق، يمكن السيدة تعمل فيهم غير القليل من الفخوماج غابي، ممكن الفخوماج ساندويتش كذلك نقطعوه بأون بورت بياس على شكل وريضات، تتبقى طريقة التزيين على حسب ذوق كل سيدة. وبطبيعة الحال ترافقوه بالسلطة، يمكن لينا نرافقوه بالزيتون، يعني تيمشي مع عدة أشياء هاد لي مافن. من بعد ما تيخرج من الفرن تيتقدم بهذا الشكل، بالنسبه لي خليته ناتور لاني غادي نقدمه مع دي زابيريتيف بالجبن وبالمنسمات. كيف ما قلت لما توفر لكم هذه الانواع من الاجبان يمكن لكم تدهنوا على الوجه ديال لي مافينز. كنتمنى فكره اليوم تنال اعجابكم، ما تنساوش تعملوا لايك للفيديو، اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك، ويضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو ابوني سبسكرايب اشتراك والجرس الموجود بجانبي باش تمكنوا من التوصل بجديد يوميا.